أنا بكل بحكي لكل مسؤول، لو ابنك مكاننا ما سكتت الاحتلال أكبر فشروا، مش أكبر، أسرانا اللي أكبر، وأسرانا هم الوطن وهم اللي حب الوطن، بس إحنا أسرانا بتعذبوا. شو بتستنوا يروحوا بقصدير؟ شو أسرانا شهداء مع وقف التنفيذ لغاية هان؟ والله أكبر، بكفي، بدنا أولادنا اتحركوا يا عرب، اتحركوا يا أمي. شو بنستنى أولادنا بيش يروحوا لنا مكفنين؟ شوفوا كل يوم شهيد وكل يوم أسير، بكفي.